النهارده وزارة التضامن الاجتماعي هتبدأ في فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم السنة دي، وفترة التقديم مستمرة لحد يوم 20 مارس الجاري. دايما اللي بيبقى عندهم رغبة لأداء فريضة الحج بيكون عندهم تساؤلات كتير بخصوص الشروط والمعايير الخاصة بالتقديم، عشان كده معانا على التليفون الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي. صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير حضرتك كافة المشاهدين. اهلا وسهلا دكتور. بداية اللي عايزين نعرف من حضرتك طرق التقديم للحج السنة دي ازاي ممكن تكون مختلفة عن السنة اللي فاتت؟ هل في شروط جديدة الوزارة مثلا حطتها للمتقدمين؟ طب كل عام ومصير الحج بخير. بداية فتح باب التقديم للحج جمعيات وزارة التضامن الاجتماعي يبدأ من اليوم إن شاء الله 7 مارس حتى يوم 20 مارس. طريقة التقديم من خلال وسيلتين، التقديم اليدوي اللي من خلال استمارة الحج اللي بتقدم من خلال الجمعيات الأهلية والإدارات الاجتماعية في كل محافظة من 27 محافظة على مستوى الجمهورية، وفي التقديم الإلكتروني الأونلاين من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج اللي بتستقبل الطلبات الخاصة بالمواطنين الراغبين في التسجيل عبر الأونلاين. اللي يشترط في المتقدم ان هو يكون لم يسبق له الحج طوال حياته، ده شرط اساسي جميع حجاج المصريين هذا العام. كذلك يشترط فيما يتعلق بالسن للسيدات الاقل من 45 سنه شرط وجود محرم شرعي، وللرجال الاقل من 25 سنه شرط وجود مرافق. ما فيش حد اقصى للسن وفقا لما تم العام الماضي. العام الماضي كان الحد الاقصى للسن 65 عام، هذا العام السن مفتوح لكافة الأعمار. فبالتالي فرصة متاحة لكبار السن للتقديم هذا العام لأداء فريضة الحج. كذلك يشترط في المتقدم أنه يكون مسجل في إحدى الجمعيات الأهلية بغض النظر عن تاريخ تسجيله في الجمعية. يعني حق ليا لو أنا مسجل اليوم أن أنا أبدأ أتقدم لحج الجمعيات الأهلية. وطبعا بخلاف الاشتراطات اللي أعلنتها وزارة الصحة المصرية فيما يخص الفئات المرضية اللي غير مصرح لهم بأداء فريضة الحج هذا العام في إطار الحفاظ على صحتهم وحياتهم، اللي هم أصحاب الأمراض الكلى اللي بتتطلب حالتهم غسيل كلوي، كذلك أصحاب التهاب الرئة الحالات المتأخرة، كذلك حالات القلب المتأخرة والحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، وأصحاب السمنة المفرطة. دي كلها هتتم فتوق تقارير طبية هيتم تقديمها وتوقيع الكشف الطبي على الحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من سلامة حالتهم الصحية. طيب دكتور، في حالة تقديم الراغب أكتر من مرة الوزارة تتعامل إزاي مع هذا الأمر؟ يعني هل فكرة التقديم أكتر من مرة تؤثر في أي شيء؟ هو طبعا التقديم في مصر وفقا لقانون 84 لسنه 2002 اللي هو قانون بوابه الحج المصريه، الجميع بيتقدم من خلال بوابه الحج المصريه اللي بتشرف عليها وزاره الداخليه المصريه. وبوابه الحج المصريه يحق للمواطن ان يسجل رقم من خلال بطاقه الرقم القومي اللي تكون بطاقه صالحه لمده لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التسجيل. فبالتالي لما اجي بسجل بالرقم القومي لا يحق لي التسجيل في اكثر من جمعيه او اكثر من جهه. يعني مجرد ما بسجل الرقم القومي، لو انا كنت مسجل سابقا في حج قرعه وزاره الداخليه لا يحق لي التسجيل، كذلك لو مسجل في وزاره السياحه لا يحق لي التسجيل، وزاره التضامن لو انا لسه اول مره بقدم يحق لي التسجيل، انما لو قدمت في اي جهه من الثلاثه ما ينفعش ان انا اقدم في جهه اخرى. كذلك ما ينفعش ان انا اقدم في اكتر من جمعيه، لان في الاخر البوابه بتفلتر وتخلي طلب واحد فقط لا غير هو اللي هو اول طلب اتسجل على البوابه. طيب الهدف من توزيع نموذج معد لطلب الحج من خلال الادارات الاجتماعيه اللي موجوده في الجمعيات والمؤسسات الاهليه للشروط، دايره عملها بتكون ايه؟ يعني ده هيكون بينظم اوراق الراغبين في الحج ولا ده لتنظيم الاعداد؟ لا الاثنين. يعني هو الغرض ان وجود استماره لتقديم طلب الحج، الغرض اولا ان الحاج يسجل بياناته كامله وفي نفس الوقت يختار المستوى اللي بيرغب فيه ويطلع على الشروط المتعلقه برحله الحج والمستندات المطلوبه الخاصه برحله الحج. فهي استماره شامله بتسجل فيها بيانات المتقدم او المرافق، لو انا في احتياج لمرافق ما
بسجل بيانات المرافق معايا في نفس الاستماره، وكذلك ان انا بطلع على كل المستندات والاشتراطات المطلوبه وكل البرامج اللي انا بقدم فيها، بحيث ان انا ابقى مطلع قبل ما اقدم ان انا عارف تفاصيل البرنامج. في الوقت ده بتبقى التقديم مع بعض؟ يعني لو انا هسافر بمرافق الاستماره بتبقى مشتركه، ولا استمارتين منفصلتين وبيتم ذكر فيها انه الشخصين دول هيسافروا مع بعض؟ لا، استمارة واحدة مسجل فيها خانتين، خانة للمتقدم وخانة للمرافق في حالة احتياج المرافق، ونسبة فوزهم بتبقى واحدة. تمام. طيب يا دكتور، في شروط كمان واجب توفرها لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية؟ من ضمن الاشتراطات ان لو التقرير الطبي قال ان يشترط وجود مرافق لأصحاب الإعاقة الحركية أو البصرية، بيتم السماح بتسجيل مرافق، وبنسبة الفوز بتاعه بتبقى مرتبطة بنسبة فوز صاحب الإعاقة. دي طبعا وفقا للتقرير الطبي المتعلق بالحج الفائز. لو صاحب الإعاقة متطلب شرط وجود مرافق ليه يصطحبه خلال فترة رحلة الحج، فبنسمح ليه بوجود مرافق. طب هل في شروط للمرافق؟ لا، شروط المرافق اللي هي الشروط المعلنة، اللي هو ان هو يكون قادر على خدمة نفسه، ان هو يكون متوفر فيه شروط السن المتعلقه سواء السيدات اقل من 45 سنه لازم يكون موجود محرم، او الرجال اقل من 25 سنه لازم يكون فيه مرافق. فبالتالي لو هو موجود معايا كده كده خلاص الشرط تحقق. الحاجه الثانيه ان انا لازم اكون لم يسبق لي الحج طوال حياتي برضه. للمرافق ايضا. طيب لو جينا قلنا الشروط اللي لازم الصحيه اللي لازم توفرها، في بعض الامراض حضرتك ذكرتها، خلينا نقول ان في امراض ما كناش متعودين ان احنا بنسمع انها ممكن ما يكونش ليها حق السفر، زي مثلا امراض السمنه المفرطه، امراض النفسيه، وامراض الالزهايمر. هل دي شروط وتفاصيل جديده تم اضافتها، ولا لا كانت موجوده من زمان بس احنا ما كناش بناخد بالنا؟ لا، هي موجودة من العام الماضي. يعني تم العام الماضي في اللجنة الوزارية العليا للحج تم اتخاذ قرار بناء على تقرير من وزارة الصحة المصرية ان اصحاب الامراض الاكثر عرضة للخطر، طبعا احنا بنتكلم في ظل جائحة كورونا، وكنا خارجين من جائحة كورونا، وطبعا في تجمعات فيما يخص الحج بغض النظر عن كورونا او امراض اخرى، ولكن ان اصحاب الامراض دي هم الاكثر عرضة أو خاطر على حياتهم أداء فريضة الحج، نتيجة إن عندهم بعض الأمراض اللي تم ذكرها، وتم تحديدها العام الماضي، وتم العمل بها كذلك هذا العام في ظل تجربة العام الماضي، وإن فعلا لما جينا نطبقها العام الماضي لقينا إن في بالنسبة للحالات المرضية كان في حالات مرضية موجودة بس ما كانتش من ضمن الحالات المذكورة في التعليمات، فبالتالي كانت بتاخد العلاج والرعاية الطبية سواء من وزارة الصحة المصرية والعيادات الموجودة أو من خلال المستشفيات السعودية، ولكن الحالات دي بتحتاج تدخلات أكتر وبتحتاج عناية أكتر وفيها خطورة تواجدها في وسط التجمعات الكبيرة دي، عشان كده حصل على سلامتهم وزارة الصحة خدت القرار. طيب دكتور، في حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم أو حتى عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية، عنده سبب صحي لكن أخفاه على سبيل المثال، إيه الجزاءات اللي هتقع على الجمعية أو المؤسسة، ومدة الجزاءات دي كام سنة، وهل الجزاءات بتقع على المؤسسة ولا بتقع على الشخص؟ احنا يعني عشان ده حج الجمعيات، فمفروض الجمعيه يكون لها دور فيما يخص ان الاعضاء المرشحين من خلالها. يعني انا النهارده لما برشح عضو من اعضائي لازم ان انا اكون عارف ان العضو ده بيتنطبق عليه الشروط من عدمه، فبالتالي انا سمحت بتسجيله واعطيت بيانات خطا. لو انا اكتشفت ان البيانات اللي تم اعطائها خطا بعد اعلان الفوز بالقرعه وجه التقرير الطبي ثبت عدم صحه الكلام اللي موجود، او اكتشفنا عدم صحة البيانات المسجلة، فبالتالي هو بيتم استبعاد صاحب الطلب ده مبدئيا، لأن ما تنطبقش عليه الشروط، والجمعية بتحرم من تقديم حجاج العام الذي يتليه. يعني ما فيش العام القادم ما ينفعش إن هي تقدم أعضاء من خلالها لمدة عام. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، بنشكرك يا فندم على كل هذه المعلومات.